حصاد من قناة الفلوج. طابت أوقاتكم مشاهدين الكرام في حصاد الفلوجة، معكم عبد الرحمن النجار وأنا أمل علي، والبداية بالعناوين. واشنطن في إعلان جديد، إيران ووكلاؤها في المنطقة يسعون لفتح جبهات جديدة ونسعى لتفادي الصراع. يشبه كشفا ضريبيا، أسئلة التعداد تثير الجدل، والتخطيط تؤكد الاستمارة تخلو من سؤال الدخل. بشكل كامل وفوري، البرلمان الأوروبي يطالب نظيره العراقي برفض تعديلات الأحوال الشخصية. بعد قرار منح أرضهم لمستثمرين، ألف عائلة نازحة في ديالى تواجه النزوح من جديد. وفي ارتفاع مقلق لأرقامها، حوادث السير تودي بحياة العشرات في الأنبار ومطالبات بالحلول. من جديد مرحبا بكم. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تكثف جهودها لمنع توسع الصراع في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن محور إيران يسعى إلى فتح جبهات جديدة. الشعب اللبناني وحده هو من يقرر مصيره وهو من يختار رئيسه. مصلحتنا جميعا تتمثل بخلق بيئة تسمح للناس بالعودة إلى منازلهم. هناك قلق بالغ في آسيانا إزاء المأساة التي يعيشها المدنيون في غزة. لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها أمام الهجمات التي يشنها حزب الله الذي يشكل تهديدا مستمرا لإسرائيل. إننا أمام محور شر بقيادة إيران يبحث عن فتح جبهات جديدة ونحاول تفاديها. إلى ذلك، أعلنت فصائل عراقية مهاجمتها هدفا حيويا في إيلات بالأراضي المحتلة باستخدام الطائرات المسيرة ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين. وأكدت الفصائل في بيان استمرار العمليات بوتيرة متصاعدة. يأتي ذلك بعد إعلان سابق عن مهاجمة هدف في الجولان المحتل بثالث هجوم لها يوم الخميس، وسط تأكيدها تنفيذ أكثر من 400 هجوم ضد أهداف صهيونية منذ أكتوبر العام الماضي. في شأن آخر، من جانبها قصفت القوات الأمريكية بالمدفعية الثقيلة مواقع لفصائل مسلحة في مدينة دير زور شرق سوريا. وذكرت وسائل إعلام سورية أن الانفجارات ناتجة عن قصف للمدفعية الأمريكية في حقل كونيكو للغاز، وتعرضت القاعدة الأمريكية في الحقل بمنطقة العزبة في ريف دير زور الشمالي إلى هجمات متكررة نفذتها فصائل مسلحة، وذلك منذ تصاعد التوترات بعد أحداث 7 أكتوبر في ظل الأوضاع الحالية في لبنان. في شأن آخر، شك أصحاب المحلات والمواطنون في الموصل من الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية واللحوم، مشيرين إلى تلاعب بعض التجار بالأسعار رغم استفادتهم من منصة بيع الدولار. أوضح المواطنون أن هذا التلاعب يفاقم من معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مطالبين وزارة التجارة بتفعيل الرقابة التجارية ومحاسبة التجار المتلاعبين بالأسعار في محاولة للحد من الأزمة وتأمين استقرار الأسعار في الأسواق. والله يعني استعجيت لاشتري زيت ومعجون، وهي الترتيبات للبيت كل سلعة كنت سعدت 3000-4000 دينار. الزيت 41، المعجون كذا، التبن كذا، يعني الأمور كلها الأساسية كلها للبيت اللي نحتاجها جينا نشتري ما نقدر، يعني كلها متحكي يقول لك ارتفع الدولار وباكر أكثر وبعد باكر أكثر، يعني يوم عن يوم تغلى الأمور وبحجة الدولار، وهالدولار منو يتحكم بينه ما نعرف. هي كلها تأثرت، بس المفروض ما تأثر. احنا التجار كلهم عندهم منصة ب1320، ليش أي بيد التجار هي عملوا هاي الحركة؟ لأن المفروض ما تأثر. علش الحكومة عملت المنصة لكان؟ بس هي التجار كلها على الصعد، صعد الدجاج، صعد الفخذ، صعد الزيت، الشكر، البيض من 56 على 64، المفروض ما يصعد. هي التجار يتلعبون بالسوق، حكومة لو تضرب ضربة من حديد هاي كلها ما تصير على المشاكل. طبعا يأثر،
اللحوم المستورده شويه ارتفاع مع ارتفاع سعر الدولار. اغلب الجزائر عزلت ما تطيق تبيع، يعني الورق من يصعد قدره شرائيه ماكو، ينزل الورق الكل تشتري. ارتفاع البيض 60 61 62 كان ب 55، كل كرتون 6000 7000. الطحين كل كيس 2000 دينار تقريبا صعد، خلوا قمرق ما عاد يدخل، شيل القمرق بضاعه تدخل المواطن ياكل. تشتعل نيران الحرب في العراق ليس في ميادين القتال بل في الأسواق نتيجة تلاعب تجار الحروب بأسعار الدولار. الحكومة تواجه تحديات صعبة لمنع انزلاق البلاد نحو الفوضى. نتابع. لا تستعر نيران الحرب في أجواف المدافع بل في قلوب الناس وأفكارهم أيضا. ففي العراق وأن لم يكن في دائرة الصراع المشتعل إقليميا، لكن هناك من يحاول أن يقدح نيران الحرب اقتصادياً. منذ أن بلغ التصعيد ذروته في لبنان حتى برزت رؤوس ما يسمون بتجار الحروب في العراق، منهم من اكتنز الدولار وحلق بأسعاره الموازية إلى حاجز كاد أن يقترب من مستويات غير مسبوقة، حتى بلغت درجات تأثيره على الأسواق والبضائع المختلفة، أدخل الناس في حرب لا وجود لها. الارتفاع الحالي سبب أن هناك تخوفات من قبل التجار ومن قبل المواطنين أنه قد الحرب تتوسع، العراق قد يكون هناك عملية توقف لسلاسل الإمداد وغيره، فبالنتيجة شاهدنا أنه عملية هلع من التجار لأجل التخزين ومن المواطن لأجل عمليات تسوق بغير قدرته الحقيقية. هذا الموضوع أنا ما أعتقد أنه المفروض يأخذ هكذا صدى. ليش؟ أولا العراق ليس يعني طرف في المعركة، هاي واحد. اثنين، سلاسل الإمداد لا هي من لبنان ولا هي حقيقة يعني من الدول اللي قد تدخل معركة، عندنا سلسلة امداد بسيطة من إيران. أمر طبيعي أن تترنح أسواق لا رقابة عليها وتخضع لقبضة المضاربين. وزارة التجارة بعثت رسائل تطمينية تحسبا للسيناريو الأسوأ، وقالت إن مخازنها عامرة بالمفردات الغذائية واتخذت تدابيرها للتداعيات التي تمر بها المنطقة، ولا داعي للقلق. أغلب مخازننا في بغداد والمحافظات مملوءة بالمواد الغذائية من زاخو إلى أبعد منطقة في البصرة في الفاو، وهذه المواد تم فحصها بشكل جيد، ونعلن عن جاهزيتنا لأي ظرف طارئ، ونطمئن العراقيين بأن كل ما يحصل من تداعيات المنطقة كانت الحكومة ووزارة التجارة قد هيئت البديل. تتواصل جهود الحكومة دبلوماسيا لمنع انزلاق البلاد في دوامة الحرب كمن يربط ألف خيط بإصبع واحد، فالمواقف لا تشبه بعضها، والمتربصون بالوضع الداخلي كثر أمام تحديات تتمثل بمسك عصا التوازن الإقليمي والدولي من المنتصف، والحفاظ على الموقف من القضية الفلسطينية ورفض العدوان على الأشقاء. على الحديدي، قناة الفلوجة، بغداد. أعلنت دائرة ضريبة الأنبار تحقيق إيرادات قدرها 19 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الماضية. أكدت الدائرة أن الشركات العامة والخاصة مع الاستقطاع المباشر كانت المصدر الرئيسي لهذه الإيرادات، مشيرة إلى تصاعد الإيرادات من عام إلى آخر، مما يدل على تحسن الوضع الاقتصادي في مختلف القطاعات مثل الصناعة والزراعة والنقل والتجارة والسياحة، مما ساهم في تقليص البطالة في المحافظة. إلى ذلك، أثار التعداد السكاني الذي سيتم إجراؤه الشهر المقبل جدلا واسعا بين المواطنين بسبب أسئلة تتعلق بالممتلكات الشخصية، مما دفع البعض إلى اعتباره كشفا ضريبيا. التفاصيل في هذا التقرير. مع اقتراب موعد التعداد السكاني في العراق المزمع إجراؤه في شهر تشرين الثاني المقبل، تتصاعد المخاوف وتثار الشكوك حول محتوى الأسئلة التي طرحتها وزارة التخطيط بالتزامن مع إعداد مسودة قانون ضريبة الدخل الجديد، حيث انتشرت الانتقادات بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وعبر عدة مواطنين من استغرابهم من محتوى استمارة التعداد، معتبرين أن الاستمارة تبدو أشبه بكشف ضريبي أكثر من كونها أداة إحصاء.
مشيرين إلى أن الأسئلة تتعلق بالغسالات والهواتف وخدمات الإنترنت بدلاً من التركيز على قضايا مهمة كالتعليم والبطالة. وأثار غياب السؤال عن القومية في استمارة التعداد تأكيدات بأن الهدف هو تجنب الخلافات حول المناطق المتنازع عليها. وزارة التخطيط أوضحت أن استمارة التعداد تتضمن 70 سؤالاً تغطي 11 محوراً أساسياً كالصحة والتعليم والسكن والخدمات، مؤكدة أن الأسئلة المتعلقة بالممتلكات لا تهدف إلى فرض ضرائب ولا تشمل الجميع، بل تهدف إلى قياس مستوى الرفاهية والفقر في البلاد. وسط انتقادات للتركيز على الممتلكات مثل السيارات والأجهزة، تصاعدت المخاوف من أن التعداد السكاني قد يستخدم لفرض ضرائب جديدة في ظل أزمة الثقة بين المواطنين والحكومة. المزيد ينضم إلينا من بغداد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور صفوان قصي. مرحبا بك دكتور. نتحدث بداية عما باتوا يعرفون بتجار الحروب والتلاعب بالأسعار وصعود أسعار السلع والخدمات في العراق. هل فعلا يتحمل هؤلاء تجار الحروب المسؤولية الأولى في ذلك؟ يعني الحقيقة عمليات الاستيراد في العراق بالآونة الأخيرة بدأت تكون أكثر انتظاما بعد السيطرة على المنافذ الحدودية وتطبيق نظام سكودا الذي لا يميز بين يعني السلع التي تمنع من الاستيراد يتم منعها، لا يوجد تدخل بشري في هذا الموضوع. الوزارات الاتحادية كان يفترض أن تقوم بمراجعة لتحديد هل هذه السلع الممنوعة هي فعلا ممنوعة، مثل السجائر، المشروبات الغازية، الكحولية، هناك العديد من السلع التي يتم تداولها من قبل العراقيين ممنوعة من الاستيراد. بالتأكيد تجار السلع الممنوعة يقومون بشراء الدولار من السوق غير النظامي، فهذا شكل عبء على عمليات الاستيراد بالضغط على الدولار في السوق الموازي. كذلك نلاحظ أن عملية انتقال الاقتصاد الإيراني إلى اقتصاد مواجهة، والعراق يستورد من إيران بما لا يقل عن 10 مليار دولار، ساهم بزيادة مخاوف التجار. حتى النظاميين بدأوا يطلبون السلع لأغراض التخزين بالتأكيد لمواجهة الحالات الطارئة. وأيضا هناك يعني رغبة لدى قسم آخر من عملية الانفتاح واستبدال قنوات التجهيز من دول لن تكون ضمن دائرة الصراع، وهذا أيضا يرفع تكلفة الاستيراد، وبالتالي نلاحظ تذبذب في أسعار السلع في السوق. مع ذلك البنك المركزي مطالب بمعرفة من الذي يقوم بشراء الدولار خارج السوق النظامي، ولماذا لا يدخل إلى المنصة، وهل هي فعلا عمليات مضاربات كما أشار السيد رئيس الوزراء أن هناك مجموعة من المضاربين في موضوع النقود يقومون بعملية إشاعة الفوضى في دائرة المخاطر، وبالتالي يقومون بإعادة وهؤلاء المضاربون تعتقد أن لهم علاقة بما يعرفون بتجار الحروب أو تجار الأزمات؟ يعني واضح، يعني عندما تزور الآن مثلا الكفاح أو الحارثية هناك رؤوس كبيرة، على الرغم من أن جهاز الأمن الوطني قام بإلقاء القبض على هؤلاء الرؤوس، لكن لديهم أدوات لا تزال تعمل في السوق. هناك 8 مليون دولار يتم شراءها يوميا لأغراض استيراد السجائر، ومثلها لأغراض المشروبات الكحولية. عملية السيطرة على السلع الممنوعة وإعادة يعني رسمة تحويلها إلى سلع رسمية بإجازات هنا معينة، يأتي دور الحكومة من المفترض دكتور صفوان الطلب. نحن نذهب مباشرة إلى البنك المركزي والبنك بدوره يعني يقول تحملون أعباء لسنا مسؤولين عنها. دائما ما تكون بيانات المركزي بهذه الصفة. نعم يعني حقيقة التعاون بين السلطة المالية متمثلة بوزارة المالية على المنافذ الحدودية، هم أدخلوا التكنولوجيا، نظام سكودا فعال، وطالبنا به منذ وقت مبكر السيطرة على السلع الداخلية. ما هي الحوالات التي تخرج من العراق؟ ما هي أسعار السلع المستوردة؟ من هم مجهزين
العراق، أين مخازنهم، من هو المستهلك النهائي، الاستثمار في الشمول المالي. البنك المركزي يوفر العملة الأجنبية، لكن السيطرة على الأسعار والسيطرة على المستوردين ومراجعة السلع الممنوعة، يعني هذه السلع الممنوعة، الكلور، الأسمدة، العديد من السلع، يعني أكثر من 130 مادة هي موجودة في السوق، يعني المنع لم يتم يعني تفعيله، فهي تدخل من منافذ غير رسمية، بالإضافة إلى مخاطر طبعا المنطقة التي نشهدها وتخوف العراقيين من موضوع قيمة الدينار العراقي. نحتاج إلى طمأنة بأن الإيرادات العراقية مستمرة، وحتى لو تعرضت يعني موضوع مضيق هرمز إلى المخاطر، حاليا مثلا وزارة النفط، وزارة التجارة، بقية الوزارات معنية بالانفتاح على استراتيجية التكامل مع الدول خارج إطار الصراع. يعني بالإمكان الآن أن يكون هناك نقل للنفط العراقي خارج حصة سومو، وهذا فيما يتعلق مثل الصين، فيما يتعلق بالأسباب الخارجية. لكن إن أردنا أن نبقى في الحديث عن الأسباب الداخلية، الحكومة من واجبها أن تراقب مراقبة دقيقة جدا، لا تدع المسألة فقط للبنك المركزي. هذا عدم التواصل، التواشج ما بين المركزي والحكومة، لماذا لا ينتهي والأسعار في ارتفاع والمواطن يشكو؟ لذلك السيد رئيس الوزراء يعني بين فترة وأخرى يحاول أن يربط بين السياسة المالية والسياسة النقدية وعملية تتبع حركة الأسعار، وهو خول وزارة التجارة بشراء جميع أنواع السلع من الخارج عندما ترتفع أسعار المواد الداخلة في العراق عن الأسعار العالمية. وزارة التجارة هي التي تقوم بضخ هذه المفردات. لكن عملية التحري عن من هم هؤلاء المضاربين، السلع الغذائية على تماس بحياة المواطنين، بقية أنواع السلع عندما يكون هناك تذبذب، إذا كان التاجر يحصل على الدولار بالسعر الرسمي من المنصة يستمر بعملية البيع. طيب. لكن بعض التجار يقومون بعملية التوقف عن عمليات البيع لأنهم لا يحصلون على الدولار من السوق النظامي. أنت تعلم بأن إقليم كردستان والمناطق المحررة لا يسمح لها بالدخول إلى المنصة. فهؤلاء التجار يقومون بالشراء من بغداد وبقية المحافظات، وهذه واحدة من الأزمة، هذه المضاربات واضح بالأخبار. وهذه واحدة من الأزمة لم تحل رغم المفاوضات ما بين الجانبين. هنالك شيء آخر نتحدث عنه بما يتعلق بأسئلة التعداد السكاني التي أجريت مؤخرا والتي نشرتها هذه الأسئلة وزارة التخطيط. ألا تبدو لك وكأنها تشبه كشفا ضريبيا أكثر من كونها أسئلة عن التعداد؟ هكذا البعض ظن. لا، هو الحقيقة يعني التعداد السكاني في كل دول العالم هو يهدف إلى عملية يعني تحديد مسارات للتنمية. التنمية الاجتماعية ترتبط بمستوى التعليم، بمستوى المستوى الصحي، كذلك معدلات الدخل في الأسرة، هل الأسرة مستقرة في دار ملك أم دار مستأجر. فهذه التخوفات الحقيقة غير مبررة. الدخل يفترض أن يتم تحديده بدقة، لأن السياسة الاقتصادية والسياسة الاجتماعية وسياسة التنمية تعتمد على البيانات. فلا بأس أن يكون لدينا العديد من التعدادات الإضافية بعد هذا التعداد لتحريك يعني أنت تعلم مثلا عملية إعداد الموازنة الجغرافية تعتمد على البشر. ما هي يعني قدرة هؤلاء على الحياة؟ ما هي حاجتهم من التعليم، من الصحة، من عمليات مشاريع مدرة للدخل، عملية نقل السكان من بيئة إلى بيئة؟ الضرائب ستفرض، وهناك تعديلات بالتأكيد لقانون الضريبة بما ينسجم طبعا مع حاجة المستثمر الدولي. القوانين الضريبية بالعراق قوانين كانت مبنية على أساس الاقتصاد المحلي يعني الجزئي، وليس على أساس أننا نرغب بدعم المستثمرين وجذب الاستثمارات. التخوف يمكن أن يزال بأن مستوى السماحات للعائلة البسيطة أو العائلة المتوسطة سيكون مناسب لهؤلاء، لكن الشرائح التي تمتلك أكثر من بناية، أكثر من دار، أكثر من سيارة، يفترض أننا نمتص من خلال الضرائب الدخل من هذه الشرائح ونضخه على مستوى مشاريع مدرة للدخل، على مستوى رعاية. واضح. نعم.
شكرا جزيلا إليك وعذرا عن المقاطعة لضيق الوقت، الدكتور صفوان قصي الخبير المالي والاقتصادي. الأخبار مستمرة. انتخابيا، دعت المفوضية المستقلة للانتخابات الأحزاب الكردية إلى دعم عملها في تنظيم انتخابات برلمان إقليم كردستان الدورة السادسة المقرر إجراؤها في 20 من الشهر الجاري. وقد شددت المفوضية على ضرورة الالتزام بقواعد السلوك الانتخابي وتجنب إثارة العنف والكراهية أو الإساءة للمرشحين والأحزاب المنافسة، مؤكدة حياديتها، ودعت إلى تقديم الشكاوى والطعون وفق الآليات القانونية لضمان انتخابات نزيهة وعادلة. وأوضحت المفوضية أنها أنجزت أغلب فقرات الجدول الزمني للانتخابات. بدوره حذر الحزب الديمقراطي الكردستاني من وجود مؤامرات تهدد مصير العملية الديمقراطية في إقليم كردستان، مشيرا إلى تصاعد القلق في الشارع من نوايا خبيثة لاستغلال الأوضاع الراهنة. وجاء في رسالة وجهها الحزب إلى الناخبين أن القلق ينبع من معلومات غير موثقة بشأن محادثات بين قيادات الاتحاد الوطني حول خطط لتزوير الانتخابات، معتبرا أن هذه المؤامرات تهدف إلى تشويه سمعة العملية الانتخابية والإساءة إلى عائلات الشهداء والبشمركة. هذا وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أكد على أهمية انتخابات كردستان كعنصر حيوي في العملية الديمقراطية في الإقليم، مشيرا إلى التواصل الوثيق مع مفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومشاركة متطوعين أمريكيين في مراقبة الانتخابات بالتنسيق مع الأمم المتحدة وخبراء دوليين. انتخابات كردستان تشكل عنصرا حيويا في العملية الديمقراطية، ونحن ندعم كافة الجهود الرامية إلى ضمان أن تكون حرة ونزيهة وشفافة وأن تجرى دون مزيد من التعطيل أو التأخير. نشيد بالخطاب السياسي وزيادة الوعي حول القضايا ذات الأهمية بالنسبة لسكان كردستان في الفترة التي تسبق هذه الانتخابات. نحن على اتصال وثيق بالمفوضية وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، وسيشارك متطوعو البعثة الأمريكية في العراق بالتنسيق مع الأمم المتحدة وخبراء الانتخابات الدوليين والبعثات الدبلوماسية في مراقبة الانتخابات في مراكز الاقتراع. وللحديث حول هذا الموضوع أو انتخابات إقليم كردستان ينضم إلينا من أربيل الباحث في السياسات الاستراتيجية الدكتور كاظم ياور. مرحبا بك دكتور كاظم. بداية، لو نتحدث عن آخر مستجدات العملية الانتخابية في الإقليم بالنسبة للأحزاب المشاركة والمستقلين. نعم، شكرا جزيلا على الاستضافة، وحييكم وحيي سادة مشاهديكم الكرام. طبعا هناك استعدادات جارية من قبل المفوضية الانتخابات، وهي أتمت كثير من الأمور اللوجستية وكذلك تنظيمية لإجراء الانتخابات من جانبها، ومن جانب آخر الشركاء السياسيين، أقصد أحزاب السياسية والتحالفات وكذلك شخصيات المستقلة الذين يخوضون هذه الانتخابات، كذلك بينهم تنافس جدا شديد وكبير. حتى مع الأسف الشديد هناك يعني اتهامات متبادلة وحملات دعائية لم تسبق يعني في الإقليم لها مثيل، من حيث يعني دخول في مهاترات وكذلك تخوين واتهامات جدا ربما بعيدة عن اللياقة الأدبية التي كانت تسود في انتخابات السابقة. إذن كل هذه الأمور يدل هناك دلالات أن هناك أطراف تسعى إلى شحن الجو البيئة الانتخابية لكي تخلق بعض الفجوات الغير صالحة لصالح العام، لصالح المواطنين، من حيث يعني تأثير على شعور ونفسية الناخب في إقليم كردستان العراق،
من حيث تأثير على نفسيته وعزوفه عن الانتخابات جراء لما يرى في الشاشات، لما يرى من حملات انتخابية الغير يعني الصحية إذا صح التعبير بهذا الاتجاه. نعم، ما هي المؤامرات المهددة للعملية الديمقراطية التي يتحدث عنها البارتي؟ طبعا هناك يعني كل عملية انتخابية أكيد هناك بعض الأطراف تسعى جاهدا بكل وسائل المتاحة قانونية وحتى غير قانونية لكي تضمن حصتها، لكي تضمن تقدمها في الانتخابات. هذه الانتخابات تجري على وفق قانون جديد إذا صح التعبير، وقانون هناك أربع دوائر كانت إقليم كلها دائرة انتخابية واحدة، وهناك يعني إجراء انتخابات عن طريق البطاقة البايومترية. البطاقات القديمة تم إتلافها أو تم إلغاء العمل بها نهائيا، ولكن بجوار هذا الأمر هناك يعني أحزاب سياسية كثيرة، بعضها انشقت عن الأحزاب الكبيرة في السابق، وهناك مستقلين جدد. فكل هذه يعني أحزاب كثيرة ومرشحين كثر، هناك عملية سياسية أصبح انتخابية معقدة لأطراف كانت حاكمة في إقليم كردستان العراق. فكل طرف يحاول أن يجد له يعني إذا صح التعبير أوراق لعب القديمة يلعبها من جديد في الساحة الانتخابية، فلم تبقى هناك مجال لخوض انتخابات عن طريق لربما شيء من التزوير إذا صح التعبير. فيجري الآن عبارة عن يعني اتهامات متبادلة أو خلق ظروف أمنية غير صحيحة في بيئة الانتخابية. نعم. من أجل بعث لنفوس الناخبين أن هنا لا توجد هناك استقرار أمني أو هناك مخططات خارجية تحاول من تغيير نتائج الانتخابات أو تأثير على الناخبين أو تأثير على المرشحين. نعم. كل هذه الأمور تجري قبيل إجراء انتخابات، مما يجعل يعني الظروف الانتخابية غير سليمة وغير صحيحة لدى الناخب وكذلك لدى أطراف السياسية. ما الذي يعنيه أو ما الذي يمثله أن تدار الانتخابات في الإقليم هذه المرة من قبل المفوضية الاتحادية؟ يعني إدارة الانتخابات أيا كانت المفوضية الانتخابات في الاتحادية أو في الإقليم، المهم أن تتوفر هناك ظروف شفافية والنزاهة ويعني تطبيق القانون بشكل صحيح، وعدم فتح مجال أمام جهات لربما خارجية سبق وأن كانت هناك اتهامات من بعض الأحزاب السياسية العراقية في الحكومة الاتحادية في البرلمان الاتحادي أنه هناك بعض الدول تدخلت في نتائج الانتخابات، وكذلك مسألة كركوك ليس منا ببعيد. نتائج التي ظهرت في كركوك كانت يعني تبعث بقلق لدى الأحزاب السياسية، فهناك قلق أن تجربة كركوك سوف تكون ربما بنوع أو آخر حاضرة في مشهد إقليم كردستان العراق، فهذه القلق مشروع لدى أحزاب السياسية. لابد أن تكون هناك من قبل المفوضية وكذلك الجهات المعنية أن تبعث برسائل أكثر شفافية أكثر نزاهة لدى نفوس الناخبين أن التجارب السابقة سوف لن تتكرر بشكل أو بآخر، أو لا توجد هناك أي مخططات أو أي وسائل خارجية ممكن. عندما نقول خارجية يعني إقليمية، بعض الدول تريد أن يعني تغير ملامح السياسة في الإقليم عن طريق ربما تهميش بعض الأحزاب أو بعض الشخصيات مؤثرة على الساحة السياسية.
فالمفوضية وكذلك حكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق وكذلك يونامي، الكل لابد أن يجتمع أن يعمل بشكل مخلص وبشكل شفاف ونزيه من أجل أن تكون هذه الانتخابات انتخابات نوعية لصالح الإقليم ولصالح المواطن في الإقليم. الباحث في السياسات الاستراتيجية الدكتور كاظم ياور، كنت معنا من أربيل، شكرا جزيلا لك. الأخبار مستمرة. في ظل الاحتجاجات المتواصلة ضد تعديله، جددت مجموعة من النساء في بغداد احتجاجهن على تعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث نظمت محاميات وناشطات ومنظمات المجتمع المدني وقفة في شارع المتنبي. وطالبنا بضمان حقوق المرأة ورفض سحب الحضانة وزواج القاصرات، مؤكدات استمرارهن في معارضة تعديل القانون. ورفعنا خلال التظاهر لافتات تندد بإصرار مجلس النواب على تمرير التعديل وصفات إياه بالظلم والمجحف بحق المرأة. من جانبه حذر البرلمان الأوروبي من انتهاك الحقوق الأساسية للمرأة في العراق، مطالبا البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي للطفلة. وأشاد البرلمان الأوروبي بالنساء والمنظمات التي تقاوم هذه التعديلات داعيا إلى اعتماد خطة للقضاء على زواج الأطفال وتجريم الاغتصاب الزوجي ومكافحة العنف المنزلي. طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة تواجه تحديات في تحقيق حلمها بدخول الجامعة بعد تجاهل مدرستها تنفيذ قرار وزارة التربية. والدها يناشد لإنصافها ومنحها فرصة عادلة في امتحانات الدور الثالث. المزيد في هذا التقرير. هكذا تدرس وهو لا يساعدها والدها بالكتابة. هي الطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة زهرة عياد، والتي حصلت على كتاب من قبل وزير التربية بالكتابة بالإنابة في امتحانات الدور الثاني للصف السادس العلمي، تعود للمطالبة مجددا بشمولها بامتحانات الدور الثالث كون كتاب الوزير لم يطبق كاملا من قبل تربية قضاء الشطرة، حيث لم تعطى الوقت الكافي، وتناشد من خلال شاشة الفلوجة. طلبت كتاب موافقة على الكتابة بالإنابة ومشكو ما قص من هاي الناحية، لكن الشرط اللي خلى أنه يكون الوقت مفتوح لي ما حصلت بالقاعة الامتحانية، وبعض المدرسات اللي نابوا عني بالكتابة ما كان هم اللي خلق الكافي انه يكتبوا لي او يتعاملون وياي. البعض يقول ما نفهم كلامك، البعض الاخر يقول رجعتينا الايام الدراسه ونكتب على اساس. والد زهره حمل المركز الامتحاني وقسما من المدرسات اللاتي كتبن بالانابه لابنته مسؤوليه رسوب زهره بسبب تذمرهن، ومطالبة وزير التربية بالنظر مجددا في حالة زهرة التي ارتفع سقف طموحها إلى دخول الجامعة. مو كل المدرسات كانت بأسلوبها زين ويا زهرة بالنسبة بأيام الامتحان الدور الثاني زين، يعني أكو بيها مدرسات جزاها الله ألف خير لا كانت متعاطفات وياها بالكلام والكذا، وأكو بيهم لا والله، يعني واحدة من المدرسات قلها أنا عدة 25 سنة شنو أكتب لك، انت ما مجبوره عين ما مجبوره والله، والمفروض ولا تجين. معاناه والم وانتظار وطموح، كل هذا وزهراء اياد صامده وطامحه الى اجتياز المرحله الاعداديه رغم كل المنغصات لتنتظر بارقه امل من وزير التربيه. من ذي قار سعد الركابي، قناه الفلوجه. ردا على طلب مجلس محافظة النجف بتوظيف اللبنانيين، عبر نجفيون عن استيائهم مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتعيين الخريجين من أبناء البلد والعراقيين من أصحاب الكفاءات العالية، وشددوا على ضرورة دعم أبناء الوطن في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العراق.
إذا كان من ناحية إنسانية فلا بأس أن يكون عقود مؤقتة في سبيل تمشية الحال، أما باعتبار أنهم كوادر فأعتقد بالعراقيين كوادر طبية ممتازة، والأولى أن الخريجين الكليات الطبية المحترمة الأوائل أن يتعينون، لأن هذه هم فرصة أن يتعينون بها. الكوادر الراقية لم يأتون للعراق، هم لديهم أماكن أخرى في قطر، في الإمارات، في كل دول العالم. والكادر المتقدم من الحالة الطبية أكيد هو أمور المادية ممتازة وعبر هذه المرحلة من الاحتياج الوظيفي بعقد في وزارة الصحة العراقية. أولادنا الأطباء بهم الكفاية، والآن هم الأحقية لهم. الآن بعدين استثناء الجماعة اللبنانيين وأخواننا ممكن إذا أكو فراغات ويريدون يعينهم لا بأس بها، فهي العملية أول أولوية للعراقيين. الأطباء اللبنانيين يذهبون إلى الخليج لا يأتون إلى العراق، وذلك بسبب الرواتب التي يدفعون دولة الخليج إليها وإليهم والحياة المعيشية الجيدة هنالك، بينما هنا أبناء العراق أبناء أفضل الكليات الطبية، جامعة الكوفة، كلية الطب، وأنا خير مثال على ذلك. انتظر التعيين لعدة سنوات، سنتين، سنة ونص، ولا يوجد تعيين. أما من الناحية الإنسانية فممكن تعيين هؤلاء بصفة عقود ولمدة وجيزة وبسيطة تسهيلا لأمورهم المعيشية. تعيش أكثر من 1000 عائلة نازحة في معسكر سعد على حافة المجهول، وذلك بعد قرار منح أرضهم لمستثمرين لبناء مجمع سكني وسط مخاوف من نزوح جديد. التفاصيل فيها. زجت طفلها في الشوارع لتوفير لقمة العيش. أمطاها نازحة منذ أكثر من 10 أعوام تسكن معسكر سعاد. هذه السيدة فقدت زوجها ولا مصدر رزق لها سوى ابنها والمساعدات الإنسانية، تتحدث بألم وحسرة عن الفقر والعوز الذي رافقها مع رحلة النزوح والسكن ضمن هذا المعسكر المصنف عشوائيات. وجينا للمعسكر وقاعدين بالمعسكر آجار، يعني هو هم تجاوز وهم آجار، وما عندنا يعني مصدر عيشة. إحنا أنا ابني ثالث متوسط، أنا بطلت على المود العيشة أو على المود خواته، يوم أكو يوم ماكو، من يوم اللي يطلع إحنا ماكلين، اليوم اللي ما يطلع إحنا ما ماكلين، حاطين أيدينا على خدودنا وقاعدين ساكتين ننتظر رحمة الله. أمطاها نموذج لأكثر من 1000 عائلة نازحة ومهجرة تعيش داخل هذا المعسكر مهددة بالنزوح من جديد بعد منح الأرض التي يشغلونها لشركة مستثمرة لبناء مجمع سكني. خوف وهلع يسود هذه العائلات من مصير مجهول قد يرافقهم خلال الأيام القادمة. احنا نطالب الحكومه انه يلقونا صوره حال هالعوائل، اذا شيلوها هم يهجروها مره ثانيه، يعني شلون يتهجر مرتين من منطقته انه بيتهجر من معسكر، وين يروح وين يطوجها؟ لازم احنا نلقى لهم صوره تعويض، صوره حل، يعني بدل سكن بديل، بناء واطئه الكلفه، لازم اكو فد حل بسيط لهاي العوائل المتعففه. عندنا اكثر العوائل معدومه، يعني ما تقدر تعيش. هيئة استثمار ديالى أحالت أرض المعسكر إلى 4 فرص استثمارية بعد استملاك الأرض من قبل بلدية بعقوبة، وباشرت الشركات بإنجاز المشاريع مبينة أن جميع الإجراءات المتبعة بحق هذه العائلات والإنذارات بالإزالة قانونية وفق ضوابط قانون الاستثمار. الحقيقة منحت هيئة استثمار ديالى 4 إجازات استثمارية لمشاريع سكنية في أراضي معسكر سعد، بعد أن يعني تم استملاكها من قبل وزارة المالية ومديرية بلدية بعقوبة. وتبقى هذه العائلات الفقيرة والنازحة تنظر إلى مشاريع المجمعات السكنية التي أقرت للفقراء دون الحصول عليها لارتفاع أسعارها بشكل يفوق قدرتهم على اقتنائها. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة. أشار خبراء أرصاد جوية بوجود ارتفاع خطير في مستويات التلوث في العراق نتيجة عن الأنشطة الضارة كمعامل تكرير النفط والمصانع وعوادم السيارات وحرق النفايات العشوائي. خبير الأرصاد الجوية صادق عطية أوضح أن خارطة مؤشر
جودة الهواء في البلاد سجلت قيماً خطيرة تجاوزت الحد المسموح به وفقاً لمنظمة الصحة العالمية من حوالي 18 إلى 24 مرة. تواجه الأنبار ارتفاعاً مقلقاً في حوادث السير، حيث لقي العشرات مصرعهم هذا العام، فيما طلب أهالي المحافظة بتفعيل الرادارات للحد من هذه الحوادث المتكررة. نتابع. بعد أن فجعت الأنبار بحوادث الغرق خلال فصل الصيف، يصدم سكانها اليوم بتزايد أعداد حوادث السير التي راح ضحيتها العشرات في النصف الأول من هذا العام. في حادث واحد وعلى الطريق الدولي السريع قرب الفلوجة، لقى مصرعه وأصيب 11 شابا فلوجيا، وحتى الذي نجا من الموت كتب له القدر أن يعيش حياة ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب بشاعة الحادث. طق التاير ما سيارة صعدنا على السريع ونشوف ايش بيه، طلعنا يزلمه ما بيه شيء، كان يجي بسيارة ودعم له 11 واحد، انقصت رجلي بالسياج ما سريع وأربعة وياي ميتي، أو شك واحد مسرع ما شاء الله ما يفتح، يعني ما غير السرعة ما سويت هيك. حادث سير مروع أسفر عن إصابة 11 شخص، معظم الحالات كانت بين المتوسطة والحرجة باستثناء حالة واحدة. تم استنفار كافة الكوادر الطبية والتمريضية إلى شعبة الطوارئ، وتم إسعاف جميع المصابين، أدخل اثنان منهم إلى صالة العمليات الطارئة في شعبة الطوارئ. مديرية مرور محافظة الأنبار تتحدث عن عدم وجود إحصائيات دقيقة بأعداد الحوادث، لكنها ارتفعت مؤخرا بشكل لافت ولعدة أسباب، منها عدم التزام أصحاب المركبات بإرشادات السلامة أو استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة. الحوادث هي أسبابها عدم التزام السائقين أو مستخدمي الطريق بشكل عام حتى المشاة بقواعد السير الآمن. كثير ما نوهنا احنا عبر وسائل التواصل، عبر القنوات، عبر إلقاء محاضرات كثيرة بالتزام القواعد الآمنة للسير ما يخص المستخدمي الطريق. ندعو الأخوة مستخدمي الطريق الالتزام بقواعد السير الآمن خاصة داخل المدينة، التزام حدود السرعة، وأيضا داخل المناطق السكنية هناك حدود معينة للسرعة. داخل المنطقة السكنية هي السرعة تكون 30 كيلومتر فما دون، وبالنسبة للمدينة الشوارع الرئيسية تكون السرعة 60 فما دون. ويأمل أهالي الأنبار تشغيل الرادارات في الطرق والشوارع الرئيسية أسوة ببعض المحافظات للحد من حوادث السير المتكررة والحفاظ على أرواح المواطنين. من الأنبار، أحمد ناجي، قناة الفلوجة. في ظل التغير المناخي تواجه الزراعة في المثنى تحديات خطيرة نتيجة تأخر إقرار الخطة الزراعية وانعدام الدعم الحكومي. المزيد في هذا التقرير. مثلت التقلبات المناخية في السنوات الأخيرة أهم التحديات التي واجهت مستقبل القطاع الزراعي في البلاد ومنها المثنى، لتضاف اليوم تحديات أخرى منها تأخر إقرار الخطة الزراعية المقررة لزراعة 260 ألف دونم للري السيحي و350 ألف دونم بالمنظومات الحديثة، وانعدام الدعم الحكومي للمستلزمات الزراعية كالأسمدة بأنواعها، مما جعل من مزارعي المحافظة في دوامة معاناة مستمرة. تم رفع خطة زراعية ما يقارب 260 ألف دونم ري تقليدي، كذلك 350 ألف ري باستخدام منظومات الري الحديثة للمشاريع، أضف إلى ذلك المحاصيل خضر. لم تردنا لحد الآن الخطة ومصادقتها من قبل وزارة الزراعة، هذا يؤثر سلبا عن المزارع. تم رفع الدعم عن موضوع الأسمدة، وكانت الأسعار من الموسم السابق كانت الأسعار هي السائدة، أسعار السوق المحلية، واقتصر الدعم على تجهيز المبيدات بصورة مجانية من قبل وزارة الزراعة ودائرة وقاية المزروعات، وكذلك تجهيز البذور بنسبة دعم 70%. وما يزيد من حجم معاناتهم ارتفاع تكاليف الوقود اللازمة لتشغيل الآلات والمرشات المحورية،
سيما في مناطق البادية، إضافة إلى تأخر تعويض أضرار محاصيلهم جراء الأمطار الغزيرة التي تسببت بسيول كبيرة في الموسم الشتوي السابق، وسط دعوات لإنصافهم بما يتناسب مع المحافظة وهويتها الزراعية. احنا المشكلة اللي عندنا اللي تأذي الفلاح فعلا وتثقل الكاهلة هي مشكلة الوقود، بالذات احنا بالبادية، لأنه البادية الماي بأعماق بعيدة، يعني يوصل 120 متر عمق البير، النزل غاطس 120 متر، بالنتيجة هذا يراد له وقود. الوقود احنا أولا قاعد نحصل مشاكل بالديزل، ما يجهز بوقته. اثنين، الديزل يوصل علينا غالي. احنا اليوم 9-10 خطة ما عندنا، الفلاح متحير ايش يزرع، ما يعرف يزرع ما يزرع يجهز. بالنسبة لنا احنا تخسرنا العام يعني هواية، يعني هذا كراب وهذا كل هذا النيجة على المطر سبحان الله فخربت شيء. أما فلوس ما استلمنا لحد الفترة جاوزت 7 أشهر أو أكثر من 7 أشهر احنا ما مستلمين دينار واحد. وتبقى مخاوف المزارعين قائمة من تقليص مساحاتهم الزراعية لمحصولي القمح والشعير اللذين يحتاجان كميات كبيرة من المياه والأمطار، مما جعل متخصصين يؤكدون الحاجة إلى تضافر جهود مختلف الوزارات كي لا يتسيد المستورد من المحاصيل على المنتج المحلي. من المثنى نجم الحميد، الفلوجة الفضائية. أعلنت وزارة النفط بدء عملية تصدير وقود الطائرات من موانئ البصرة إلى العالم بواقع 800 إلى 1000 طن يوميا. نتابع. 800 إلى 1000 طن يوميا كمية منتوج وقود الطائرات المدنية التي بدأت الشركة العامة لمصافي الجنوب تصديره إلى دول شرق آسيا والهند عبر موانئ البصرة النفطية، في وقت تذكر فيه تقارير اقتصادية أن أسعار تلك المنتجات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 7% جراء الأحداث التي تشهدها المنطقة مع زيادة الإقبال على الشحن الجوي. لأنه الموضوع الآن والحمد لله يعني طلع خارج العراق، فبدينا نصدر ما يقارب 800 إلى 1000 متر مكعب باليوم من زيت وقود الطائرات العفو. نعم، هو أكيد عن طريق البحر أكو يعني شحنات خاصة أعلنت عليها شركة سومو، بالنتيجة التعاقد مع إحدى الشركات للنقل، طبعا المحلية شركات المحلية تنقل من شركتنا إلى الموانئ، وبالنتيجة هناك ناقلات تنقلها إلى خارج العراق. مهندسون متخصصون في مجال الصناعات النفطية أشاروا إلى إحراز تقدم كبير في مجال صناعات وقود الطائرات وفق النظام البريطاني الذي يتميز بدرجات تجمد تصل إلى 40 تحت الصفر فما فوق، بينما يقدر متوسط سعر البرميل لهذا العام $114 حسب تقارير اقتصادية، ما يعزز الدخل العام للدولة العراقية في مجال الطاقة. العراق أنتج هذه المنتوج وقود الطائرات المدني من ضمن الليستة هذه المواصفات الفنية والمعتمدة لدى وزارة النفط ولدى جميع الدول، وإحنا بحدود 800 إلى 1000 طن مع إمكانية زيادة كميات المنتجة والمصدرة من مصفى البصرة إلى 1500 إلى 2000 طن باليوم. اقتصاديون من جانبهم أشاروا إلى الدور الرئيس للقطاع النفطي في تعزيز واردات الدولة، حيث يعتمد العراق على أكثر من 90% من تلك الإيرادات المتحققة، فيما تأتي خطوة تصدير وقود الطائرات بالاتجاه الصحيح لتنويع مصادر دخل البلاد، مع تأكيد أهمية تعزيز قدرات القطاعات الأخرى كالزراعة والصناعة. بينما حتى الدول النفطية اليوم تتكلم عن السعودية عن الإمارات أصبحت تهتم بالتنويع الاقتصادي، فتهتم بالصادرات غير النفطية، إلا العراق مصدر الدخل الوحيد وعمود الصادرات هو النفط. طبعا كل ما زيد الصادرات النفط راح تزيد إيرادات النفط تفول هاي قاعدة أساسية لتمويل الموازنة العامة في العراق، وهاي العراق ما عنده غير أنه يبيع النفط ويحصل على الدولار ويستورد بالدولار كل شيء. خالد السلامة، لقناة الفلوجة، البصرة. نهاية الحصاد اليوم، وهذا تذكير بالعناوين.
واشنطن في إعلان جديد: إيران ووكلاؤها في المنطقة يسعون لفتح جبهات جديدة ونسعى لتفادي الصراع. يشبه كشفا ضريبيا أسئلة التعداد تثير الجدل، والتخطيط تؤكد الاستمارة تخلو من سؤال الدخل. بشكل كامل وفوري، البرلمان الأوروبي يطالب نظيره العراقي برفض تعديلات الأحوال الشخصية. بعد قرار منح أرضهم لمستثمرين، 1000 عائلة نازحة في ديالى تواجه النزوح من جديد. وفي ارتفاع مقلق لأرقامها، حوادث السير تودي بحياة العشرات في الأنبار ومطالبات بالحدود. مشاهدينا الحصاد، انتهى. إلى اللقاء، في أمان الله.